في شي تطورات بوضعه دكتور؟ ما في تحسن، لا، وضع مستقر على حالته. الصبح عطيت المعلومات للسيد سنان. طيب فيني شوفها هلأ لو سمحت؟ حتى أصغر عدوى خطر كبير بالنسبة لها، لهيك الزيارة ممنوعة. كل شي لازم يكون معقم، وبعدين هي مرتبطة بجهاز تنفس. بس كون متأكد عم نعمل كل اللي منقدر عليه لنخليها عايشة. بعرف. قوي حالك سيد كنان. ايه يا سيد الباي، بلا ما نطول بالحكي، وين التسجيلات؟ يا سيد، سلمت التسجيلات الأصلية للست جنان. ما عندي أي معلومة بالشيء اللي صار بعدين، وكلمة سر التسجيلات الست جنان يلي بتعرفها بس. مو أنت قلت إنك شفت التسجيلات مع أمي؟ إيه، شفتهم معها. إيه، الست جنان حذفت التسجيلات يلي بالقرص وطلبت نعمل نسخة إلها وبس. شو صار بعدها؟ بعدين أخذت النسخة الوحيدة وراحت. يعني أنت ما عندك شيء مو هيك؟ إيه يا سيد فورال، للأسف نحن ما عنا أي معلومة ولا حتى فيديو بخصوص الليلة يلي صار فيها هالشي مع الست أرماك أبدا. ألو، يسعد أوقاتك سيدتينا. أهلا وأوقاتك، تفضل، كيف فيني ساعدك؟ اتصلت لخبرك عن التطورات الجديدة. القاتل الحقيقي للمرحومة الست جنان إجا اليوم بنفسه على الأمن وسلم حاله سيد سنان. سلم حاله؟ مو عزيز يعني؟ أحمد شلبي هو اللي اعترف بجريمته اليوم وسلم حاله، واعترف إنه السلاح بيرجع لعزيز توبرا. هو أخده منه من دون علم السيد عزيز، وكتب بإفادته إنه نيته كانت يخوف الست جنان بس قوصها من دون قصده. أحمد، كيف بصير هيك شي؟ أنا ما عم بفهم. أخي، شوفي، عرفت قاتل أمي. قاتل أمي بالسجن أصلاً؟ لا، مو عزيز اللي قتله، أخو كنان راح على الأمن اليوم واعترف بجريمته. شو؟ أحمد؟ كيف يعني أحمد اللي قتله؟ والله ما بعرف، رئيس الأمن هو يلي قال لي هالكلام. ما سألته عن التفاصيل؟ أخي، الرجال اتصل وخبرني هالكلمتين وسكر الخط. دول كلياتهم عصابة، لازم نتخلص من اثنيناتهم. معناتها عزيز توبراك رح يطلع؟ عن جد؟ وكيف فهمت؟ زكي والله، طبعا رح يطلع، وبعد رح يكون بلوة فوق راسنا. إن شاء الله ما أكون عم إزعجك. لا أبدا، سمعتي الأخبار مو هيك؟ كيفك أنت؟ كيفني؟ كيف مبيه؟ بصراحة قولي. مو منيح، وأنا هيك حاسس أصلا. كنان، أنا زعلت كتير لما سمعت بموضوع أخي أحمد، فوراً فكرت فيك. ما عرفت شو بدي أعمل، وما قدرت أفكر بشي هزل، كل شي صار فجأة. بعرف، بس كل شي رح ينحل صدقني، والشمس رح ترجع تشرق من جديد. أنت اللي عم تقولي هالشي؟ إيه، أنا اللي عم أقوله. رح يجي يوم وكلياتنا نرتاح، عندي إيمان بهالشي. ما بعرف، يمكن مكتوب اني عيش التعاسة كل حياتي، يمكن نحنا لازم نعيش تعيسين لينبسطوا التانيين. هلأ عم تفكر هيك لأنه عقلك مشوش. ما عندي إيمان بأنه في شي رح يتحسن. أرماك، أرماك على فراش الموت، وأخي بالسجن. أرماك رح تتعافى صدقني. إن شاء الله. هزال، شو عم تعملي هون؟ كيف بتجي لهون من دون ما تخبريني؟ فورال، اجيت لشوف أرماك. حاجة تصرخ، هذا مشفى. انت لا تحكي ولا كلمة،
عرفت شو عمل أخوك الأعراج؟ أكيد أنت اللي قلت له يقتل أمي. فورال خلاص خليه يحكي. رح حاسبكن اتنيناتكن، وأختي يلي هي مرتك عم تموت جوا وانت قاعد هون مع هزال، رح قتلك أنت وأخوك الأعراج. وقف وقف. ما قلت لك ما تروحي على أي مكان من دون ما تخبريني؟ بكفي. بالبيت منحكي، وأنا عندي شي بدي أقول لك يا. ما طلبت بس أنا حبيت أجيب لك قهوة. شكراً. إلك من الصبح عم تشتغل، قلت بتاخد لك استراحة شوي. لولاكي ما حدا بيفكر فيني. لا مو معقول هالحكي، أنت عندك عيلة كبيرة وعندك معارف ورفقات. كلهم ما في داعي لإلهم. انت منيح شي؟ يعني حاسي عقلك مو هون ابدا. حتى هذا عرفتي كمان؟ ايه عقلي مشوش كتير. شو في؟ في شي ممكن ساعدك فيه؟ قاتل امي. ايه عزيز هو هلأ بالسجن؟ مو هو، قاتل أمي الحقيقي. هو أحمد. قصدك أخو كنان أحمد؟ هو بذاته. سيد كنان رح روح على غرفتي عن إذنك. هاي شو كانت عم تعمل عندك؟ شيلك منها هلأ. شوفي بعثت لك إيميلات. ايه شفتن. خلينا نستنى شوي منقرر بعد تقارير الدراسة. ماشي خلصت شغلي أنا طالعة. بالمناسبة أنا رح أتأخر شوي، عندي شغل. أوكي. حابب أعزمك اليوم المساء على مكان حلو، طبعاً إذا كنت فاضية. شو صار أخي؟ المجرم الحقيقي اعترف بجريمته يا رفعت، وأول ما بيخلصوا من الإجراءات يعني من هلأ للمساء بكون طلعت. شو عم تقول أخي؟ إيه شايف شي ما بيتصدق. الله كبير وقادر على كل شيء. فرحت لك. شوف رفعت، المحاميين عندي رح يدافعوا عنك بخصوص الشيء اللي صار هداك اليوم، وهن شاطرين كثير بشغلتهم لا تقلق. طالما هيك شايف أخي مو مشكلة. أنا مدين إلك بروحي، وأنا رجال عند وعدي، وإن شاء الله بعد ما أطلع من هون مستحيل أتخلى عنك، وأي شيء رح تحتاجه رح تخبرني عنه. ماشي بإذن الله. ما منحتاج أخي، كتر خيرك.
عكل شكرا. ابني انا عم قلك اي شي بتحتاجه بتخبرني، فهمت ولا لا؟ هلا في طلب واحد بدي اطلبه منك اخي. تمام احكي. اخي قلت لك من قبل بتعرف ما عندي بهالحياه غير اخت وحيده، وهي مو بس اختي كمان، هي مثل بنتي، طيبه وحنونه، بنت مسكينه بعمرها ما ضرت حدا، وبعد ما فتت لهون ما ضل عندها حدا، يعني اهتم فيها اخي، يعني ما بدي ولاد الحرام يستغلوها بشي. اعتبر اختك صارت بمثابة اختي كمان، واول ما اطلع من هون وعد مني رح اخذها لعندي. وملك مرة مثل اسمها تماما، بتدير بال عليها، انت لا تشغل بالك ماشي؟ الله يجزيك الخير. ابني استغفر الله، خلص عود. ميلوش ميلوش لوين يا بنت؟ اليوم في زيارة رايحة لعند أخي. خير شوفي؟ عندك شغل المساء؟ والله عن جد؟ روح لقي لك حدا تاني غيري. هلأ صرنا ما عدنا عجبة؟ شو يلي بده يعجبني فيك مثلا؟ واحد فقير واندبوري، كأنه في حدا غني بهالحي وانت عم تشوفي حالك؟ خلص يا عيوني، انتو ما معكم تدفعوا حتى للسمان معقول؟ عم تزودية كتير مليحات. يلي ما عنده ثقة بجزدانه لا يستنى، لا تقطعوا لي بنصيبي وتوقفوا بوش الخطابة. ماشي يلا با. خير سينان؟ شوفي ما بعرف أخي، راسي ما عم يجمع، ما عم بقدر استوعب شي. بهي معك حق أخي. ايه والله بعد ما حكيت معك اتصلت بمدير الأمن، بس ما خبرني شي أكتر من يلي خبرك ياه. أنا قلت لك أخي ليش ما عم تصدقني؟ القصة مو أني صدقك ولا لا، كان بدي اسمع هالكلام بإذني. كنا عم نقول إنه لقينا قتل أمي وحطيناه بالسجن، هدول الإخوة لازم يموتوا، والله رح أقتلهم واحد ورا الثاني. أخي كنان. شبو كنان؟ شو يا شايف بلشت تدافع عنه؟ مو قصة عم دافع عنه، بس يلي عم تقوله مانو منطقي أبدا. شو يلي مانو منطقي؟ شو يلا قلي؟ الأعرج أحمد يلي بنص عقل والشي يلي عمله بأمي؟ معقول انسب لحالي جريمة مشان حدا تاني؟ ما بعرف، بس في شي مانو مفهوم، متأكد إنه في شي تاني. بفهم إنه عزيز هلأ رح يرجع على البيت، مو هيك؟ لا تذكرني بهالموضوع من دون شي، دمي عم يغلي وعلى بالي أقتله. بنتي. أمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا بنتي. أهلين يا حبيبتي. أهلين أمي، شو الأخبار؟ أنا هالفترة تركتك لحالك وما عم بقدر إجي واهتم بالمطعم منيح. أنتي مشغولة يا بنتي، خلصي وبعدين بتساعديني. عكلن أمي في شي بدي أحكي معك. خير بنتي؟ شوفي صاير شي مو منيح؟ بالعكس بده يصير شي منيح، أنا عم أتطلق من فرال. عم تتطلقي؟ وكيف رح يقتنع فرال بهالشي؟ مجبور يقتنع. أمي خدي هي وخبيها بمكان مخفي. شو هي هذا؟ وإذا صار معي شي عطيها للشرطة. شو يعني إذا صار معك شي؟ شو رح يصير؟ خلص أمي مثل ما عم قلك، خبي هي مشاني. ماشي؟ ماشي. آه يا بنتي، آه يا حبيبة قلبي، أنتي ما بتستاهلي اللي عم بيصير معك.
لما بتطلع بعيونك وبشوف تعاستك بحس حالي رح اختنق. لا تخافي أمي، لا تخافي، أنا قوية، كل شي رح ينحل. أهلين بأحسن أخ قاتل بالعالم. شو هالحكي هاد مليحات؟ يا الله ما فينا نمزح معك؟ شيلي المزح هلأ، أصلاً شو هالمزح هاد؟ في شي بدي قلك يا. شو؟ أصحك تقول بدك تزوجني مثلاً، أنا بعدني صغيرة على الزواج، ها؟ بعدين أنا ضد المونوغامي. شو هاد؟ زواج الأحادي أخي. احكي بأدب وإلا بعملك مشكلة. طيب اهدى، عم بسمعك، احكي. تعرفت على شخص هون طيب كتير ومحترم وأخلاقه عالية، اسمه عزيز. لا تقلي إنه المسلسلات لما بيعرضوا إنه في رجال مناح بالسجن بيكونوا أخدين هالشي من الواقع. شيلك من المسخرة هلأ واسمعيني. هو وعدني رح يدير باله عليكي ويهتم فيكي. معه مصاري؟ كتير. أها، وحلو شي؟ الرجال متزوج. شوفي أصحك تفكري مجرد تفكير وإلا بقبرك. هنن رح يهتموا فيكي لحد ما أطلع. حطي عقلك براسك، وهدول التياب السخيفة غيري لياهم بقى، اشتري تياب مثل العالم والناس. ما بروح لأشتري بنطلون ضيق. بدي أصلك لسانك مليحات، عقلي بقى، هدول الناس محترمين كتير، لا تسودي لي وشي. لا تقلق أخي، أنت وثاق بأختك. يا ريت يا ريت، بس ما فيني أوثق فيكي. ايه تمام، ممكن يكون غلطت كتير بالماضي، بس ليش ما بتوثق فيني هلا؟ خليني شوف. كون مطمئن، رح اعجبك كتير. ان شاء الله. بنتي ما رح يصير عليك شي مو منيح، مو هيك؟ مو قلت لك لا تخافي؟ امي في شي تاني بدي اقول لك اياه. شوفي هازال، صار شي مو منيح؟ يلي رح أقوله ما رح تصدقيه. شوفي بنتي، كل شي عشته لحد هلأ وكل الأيام الصعبة كان بسبب كذبة. كيف يعني؟ فورال ما لمسني أبدا. شو؟ رحت على الدكتورة وعرفت. يعني كل هاد كان كذبة؟ تماما، كانت كذبة كبيرة، وهلأ ما في داعي اطلع على الماضي وازعل ابدا. انا اخذت قراري ورح طبقه من دون خوف. انتي ما بتستاهلي الا الخير بنتي. أمي هازال، أبوك ما لازم يعرف بهالشي. بعرف، إذا عارف رح يقتل فورال. مفكرة أنه ما خطر لي هالشي أمي؟ أنا من اليوم ورايح ما عاد أسمح بأي شي أنه يأذي بابا. أنتي لا تشغلي بالك. بنتي يا حبيبتي. ليش عملت هيك؟
بتعرفي. أنا ما بعرف شو بدي أقولك. انتبهي على حالك ماشي؟ رح أستناك دائما. We'll be right back.